استقالة لوزير الخارجية خالد اليماني، ما هي دلالات هذه الاستقالة الغامضة؟ وما هو مصير الدبلوماسية اليمنية بعد تغيير 4 وزراء خلال فترة الحرب الجارية؟ أهلا بكم. قالت مصادر حكومية وإعلامية إن خالد اليماني قدم استقالته من منصبه وزيرا للخارجية إلى الرئيس هادي. لم ينفي أي مصدر رسمي الخبر أو يؤكد حتى الآن. غموض رافق هذه الاستقالة التي سربتها شخصيات مقربة من اليماني، فيما ذهب مراقبون لاعتبارها خطوة استباقية لقرار إقالة كان يتوقع الرجل الذي تسلم منصبه في مايو من العام الماضي. شهدت وزارة الخارجية واجهة الدبلوماسية اليمنية خلال فترة حرب استعادة الدولة 4 وزراء متعاقبين، لكن لم يتغير أداء الخارجية كثيرا بالمقارنة مع خطورة المعركة التي تمر بها البلاد. أولويات غير مرتبة، فشل في إدارة ملف المشاورات السياسية المتعاقبة، ومحسوبيات تنخر السلك الدبلوماسي بكل مستوياته، والآن هذه الاستقالة. فما هو إذن مصير الدبلوماسية اليمنية وسط كل هذه التناقضات؟ الرجل الأول في الدبلوماسية يقدم استقالته، هذا ما أوردته تقارير إعلامية، غير أن الأمر لم يؤكد أو ينفى رسمياً. ونظرياً فوزير الخارجية خالد اليماني لا يزال ممسكاً بالملف السياسي اليمني. بدا الأمر وكأنه فوضى، فالاستقالة سربت عبر صحفي مقرب من اليماني في الوقت الذي وصل فيه رئيس الحكومة معين عبد الملك دولة الإمارات برفقة وفد من الوزراء دون الوزير المعني بالمهمة. لا أسباب معروفة حول الاستقالة، غير أن مصادر في الرئاسة رجحت بأن اليماني لم يعد محل ثقة لدى الرئيس عبد رب منصور هادي. تدرج اليماني منذ التسعينيات في مناصب إدارية بالخارجية جعله موظفاً حريصاً على نجاحه الوظيفي، لذا سارع بتقديم استقالته قبل أن يقال وفق بعض المصادر. اختلاف المواقف بين الخارجية والرئاسة حول إدارة ملف مفاوضات السلام وتدهور الأداء الدبلوماسي كانت أسباباً أخرى دفعت باستقالة أو إقالة اليماني بحسب المصادر. حتى اللحظة فاليماني قد يكون رابع وزير خارجية يغادر منصبه منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، وفي توقيت حرج تعيشه الدبلوماسية اليمنية، وغير بعيد ظهور أصابع دول التحالف التي بات لها اليد الطولة في الملف اليمني الخارجي. لا يتذكر اليمنيون وزير خارجيتهم الذي عين قبل عام تحديدا إلا برئاسته للوفد الحكومي المشارك في مشاورات السويد نهاية العام الماضي، وعدا ذلك فقد اختفى الوزير الذي ظهر مرارا متحدثا جيدا في إحاطاته التي قدمها لمجلس الأمن إبان تمثيله لليمن في الأمم المتحدة. يتهم اليماني من مراقبين بعجزه الدبلوماسي، ورغم تسويقه في تصريحاته المتكررة باقتراب حلول السلام، كانت ميليشيا الحوثي تحقق مكاسب سياسية ضمنت لها السيطرة على مدينة الحديدة بمباركة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. وبينما كان اليمنيون ينتظرون موقفاً حيال ذلك، كان اليماني الذي بدا سعيداً وهو يصافح رئيس وفد الميليشيا في اتفاق السويد يبحث عن إجابات لسؤال بدا وكأنه وجودي بالنسبة له: من هو العدو؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الإقمار الصناعية من تعز، دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة. أهلا بك دكتور. إذن استقالة شبه مؤكدة لوزير الخارجية خالد اليماني، كيف تابعت هذه الاستقالة؟ أسعد الله مساءكم والجمهور الكريم. بالحقيقة أنا لم أكن متفاجئ بمثل هذه الاستقالة من اليماني، ليس لسبب الأداء المتواضع له، وإنما أيضا لغضب الرأي العام اليمني من هذا الأداء. والحقيقة مثل هذا الأداء السيء لليماني لا يتحملها شخصيا، لأنه يشتغل في ظل سلطة تحتكر التوجيهات وتحتكر القرارات، وهي التي
تأمر لتطاع أو تعزل، أي أن الرئيس عبد الرب منصور هادي هو الذي يفشل أعضاء حكومته، يأمرهم بشيء ثم يأمرهم بالتراجع عنه، وبالتالي يخلق ارتباكا كبيرا لأي مسؤول. كذلك الرئيس عبد الرب منصور هادي يختار شخصيات لا تتلائم مع الظرف الزمني للصعوبات التي تعانيها اليمن. هو يدير سياسته بفريق حكومي يتجاوز 42 وزير، هذا مثار للسخرية، وبالتالي لا أستطيع أن أحمل خالد اليماني هذا الوزر من الأداء المتواضع في إدارة ملف السياسة الخارجية لليمن. إنما استقالته تعتبر موقفا شجاعا يعبر عن غضب غير معلن لهذا العبث الذي يواجهه من توجيهات رئيس جمهورية يمارس توجيهات متناقضة عليه. والحقيقة كنا نأمل من الوزير المستقيل أن يقدم استقالته قبل أن يذهب إلى السويد، كان عليه أن يفرض تحرير الحديدة أولا ثم الذهاب إلى السويد. تصور بأنه محادثة السويد ظل المبعوث الأممي يلاحق الحوثيين أكثر من 8 أشهر حتى وافقوا على هذه المحادثات، بينما الحكومة تأتي بقرة قلم بأمر من عبد الرب منصور للوزير الخارجية ليقبل الموافقة في السويد دون قيد أو شرط، مع أن الحديدة كادت على وشك السقوط بيد الحكومة الشرعية. طبعا نتمنى من الوزراء الذين يشعرون بوطنية في نفوسهم إزاء هذا الظرف العصيب في اليمن أن يكون لهم موقفا شجاعا من هذا الأداء. يعني اليوم نحن نحمل الرئيس عبد الرب منصور المسؤولية، لكن أيضا الفريق الذي يشتغل معه فيه من الجبن والخور والضعف ما تنسحب المسؤولية عليهم. يعني في سياق الحديث عن مواقف خالد اليماني إن صح التعبير، هناك الكثير من الجدل فيها أيضا ما يتعلق في موقفه في مؤتمر وارسو في فبراير الماضي أيضا، وجلوسه بجوار رئيس الوزراء الكيان الصهيوني وما شابه غيرها من المواقف الجدلية أيضا. لكن فيما يتعلق بالتوقيت لهذه الاستقالة، يعني الآن عندما يكون رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يصحب معه وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات التعاون الدولي والكهرباء أيضا، وكذا نائب وزير المالية وما شابه، تتزامن هذه الاستقالة أيضا، تتزامن هذه الزيارة مع استقالة وزير الخارجية التي تشير الأخبار أنه يعني نقلها من نيويورك، لم تكن في الرياض. يعني هذه الاستقالة لم يكن رئيس وزير الخارجية في الرياض، ما الذي تشير إليه هذه الأمور كلها؟ أنا حسب اعتقادي من خلال متابعتي للسلوك السياسي لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة وللوزراء المعنيين، ألحظ بأن الفريق الحكومي غير متجانس. تصور مثلا بأن المادة 132 من الدستور تقول بأنه يختار رئيس الوزراء أعضاء الوزارة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. بالتأكيد الرجل عين على حكومة هي تحصيل حاصل، لم يكن له رأي في اختيار فريقه الحكومي، وبالتالي عندما يكون هناك فريق حكومي أولا عدده كبير وغير متجانس، ولا يمتلك رئيس الحكومة أن يختار فريقه لكي يعمل بكل شفافية واستقلالية مؤسسية. ثانيا ما ألحظه أول مرة، الملاحظة الأولى على جلوس وزير الخارجية في بجانب وزير أو بجانب المسؤول الإسرائيلي، لا أعتقد بأن هذه تحتاج إلى كثير من التهم والخيانات والتخوين، هي قضايا بروتوكولية أنت ملزم على الاستجابة لها في نهاية الأمر، لأنه أنت لست صاحب الدولة ولست الدولة المضيفة ولست رئيس البروتوكولات، حتى هم يحددوا لك أين تجلس، وبالتالي هناك من يلعب في الخفاء وأنت تتحمل النتيجة، والموضوع نفسه ليس من الأهمية بمكان حتى ندخل فيه في سجال. لكن ذهاب رئيس الحكومة إلى أبو ظبي، وهذا حسب اعتقادي من خلال التوقيت تقديم الاستقالة، أعتقد بأنه تم دعوته للحضور مع رئيس الحكومة ولكن كان غاضبا ومستعدا لتقديم الاستقالة،
وبالتالي اضطر رئيس الحكومة إلى أن يذهب إلى أبو ظبي دون استصحاب وزير خارجية أصبح مستعدا للمغادرة من منصبه نتيجة لتناقض كبير بتحمله المسؤولية، بينما هو كبش فداء لسياسة فاشلة لتوجيهات رئيس جمهورية لا يحسن إدارة الملف السياسي الداخلي ولا السياسي الخارجي. إذا عدنا إلى الدستور، كيف تصاغ السياسة الخارجية؟ تصور بأنه المادة 119 الفقرة 14 تقول الرئيس وحده هو الذي ينشئ البعثات الدبلوماسية ويعين السفراء ويستدعيهم. الفقرة 15 تعطي رئيس الجمهورية اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية، أي أن ملف السياسة الخارجية هو محتكر بيد رئيس الجمهورية، وتعاونه في بعد ذلك مجلس الوزراء لتنفيذ هذه السياسة، ويتدخل مجلس النواب في الأداء في المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين اليمن والدول الأخرى. هذه مجرد إجراءات نهائية للموافقة أو عدم الموافقة من السلطة التشريعية، لكن يظل الملف السياسة الداخلية والخارجية محتكرا بيد رئيس الدولة، والحكومة مجرد فريق تنفيذي لتنفيذ سياسته. فبالتالي عادة الحكومات التكنوقراط أو الحكومات الكفاءات أو الحكومات الديمقراطية في البلدان العريقة يمنح الوزير المختص القدرة على المناورة والقدرة على صياغة سياسة وزارته، وبالتالي تحت إشراف رئيس الجمهورية. نحن في كما نرى بأن رئيس الجمهورية هو الذي يعبث بكل هذه الملفات دون رؤية ودون خطة ودون وضوح. طيب في سياق الحديث يعني هذا دكتور فيصل، أنت أشرت قبل قليل إلى أن رئيس الوزراء يعني إلى أن وزير الخارجية قدم استقالته ب يعني تعبيرا عن غضبه على سياسات الشرعية وتناقضاتها، لكن هناك من يشير إلى أن هذه الاستقالة جاءت كخطوة استباقية لقرار إقالة كان متوقعا، خصوصا مع ما يتحدث أو يذهب إليه كثيرون فيما يتعلق بفشل يعني وصول مشاورات ستوكهولم إلى أي طريق على الأرض، والتعقيدات السياسية التي يشهدها أو الدبلوماسية التي يشهدها الملف اليمني. دعنا نسلم مبدئيا بأنه أداء وزير الخارجية خالد اليماني كان أداء متواضعا وأداء فيه كثير من الثغرات التي أغضبت الرأي العام اليمني، وكذلك أساءت في مسار المحادثات مع الحوثيين وكذلك مع الأمم المتحدة، هذا لا بد منه. لكن هل وزير الخارجية اليماني يمتلك سلطة القرار كاملة حتى نحمله المسؤولية؟ نحن قلنا بأنه وفق المواد الدستورية السلطة أو صياغة السياسة الخارجية هي بيد رئيس الجمهورية. ثانيا، دعني أوضح للجمهور الكريم حتى أبسط صناعة السياسة في اليمن. السياسة في اليمن هي تشبه إلى حد ما بلغة بسيطة وجبة غذائية قدمت لشخص لم يستطع استساغتها ويأكلها غصبا، وكذلك لم يحدد ما نوع الطبق الذي يأكله. هذه هي السياسة اليمنية، أي أن هذا الطبق الذي يأكله على مظهر ولم يستطع أن يحدد هويته يتحمل مسؤوليتها الطباخ الذي أنتج هذا الصحن الغذائي، أي أن السياسة اليمنية طباخها الأساسي هو الرئيس عبد الرب منصور، وبالتالي هذه السياسة لا طعم لها ولا لون ولا تستساغ. وبالتالي الناس أو المواطن اليمني يصرخ علنا ويحمل المسؤولية الرئيس عبد الرب منصور مع فريقه الحكومي مع الأحزاب السياسية، أي أنهم متواطئون جميعا وصامتون على هذا العبث. أنت تجرع الناس سياسة خارج المبادئ الدستورية، خارج القانون، خارج الأخلاق. ما هي القيود التي يتقيد بها الرئيس عبد الرب منصور أو فريقه الحكومي أو القيادة السياسية الموجودة في المنفى؟ ما هي القيود؟ هل قيود دستورية؟ هل قيود أخلاقية؟ هل قيود قانونية؟ لا شيء. إنهم يعبثون ويذهبون بنا إلى مكان النجهة الجهة التي نذهب إليها. يعني إذا 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 تكرمت لي بعد هذا التوضيح، نحن عندنا في السلطة اليمنية ثلاث أنواع من المسؤولين الكبار. عندك مسؤول يحسن أداء الخطاب السياسي والعمل السياسي،
هذه العملة نادرة ولم يوجد سوى ثلاث رؤساء حكومات تنطبق عليهم هذه المعايير، وهو الرئيس باسندوا عبد الكريم الإرياني رحمة الله عليه، فرج بن غانم. هؤلاء الثلاثة فعلا ينطبق عليهم القدرة والنوع الثاني دكتور إنتاج الخطاب السياسي والفعل السياسي. عندك نموذج آخر، باقي اثنين، هناك نموذج ثاني وهو يحسن إنتاج الخطاب السياسي ولكن أداءه فيه ارتباك وفيه ضعف. ينطبق هذا على وزير الخارجية السابق عبد الملك المخلافي، كما ينطبق على رئيس الحكومة عبد بن دغر. خطابهم كان وطنيا مقنعا واحترافيا، لكن الأداء كان فيه خلل نتيجة لعدة ظروف ملتبسة تتدخل في أدائهم. هناك نموذج ثالث وهو شخص في منصب عالي لا ينتج لا صناعة الخطاب السياسي ولا الفعل السياسي، وهذه الصفة تنطبق على الجميع بما فيهم خالد اليماني وزير الخارجية، فهو طيب. فشل في تقديم خطاب سياسي يحترم وكذلك في أداء سياسي مقنع. نعم دكتور. طيب في هذه النقطة، أو دعنا نشك معنا في الحوار سيد عبد السلام محمد الباحث السياسي الذي انضم لنا عبر الهاتف من اسطنبول. أرحب بك سيد عبد السلام محمد. في سياق قرار الاستقالة والأنباء عن شبه المؤكدة عن استقالة وزير الخارجية خالد اليماني، أين يعني في أي سياق تضع هذا القرار أو هذه الاستقالة؟ سيد محمد، هل تسمعني؟ هنا خلل في الصوت، وصول الصوت. إذن مشاهدينا الكرام، أعود إليك دكتور فيصل فيما يتعلق بأن هذا يعني رابع وزير خارجية تقريبا، يعني سواء يقال أو يستقيل منذ بداية تفاقم الأزمة أو الحرب في اليمن. نتحدث عن الصيادي، ياسين، عبد الملك المخلافي، وأخيرا خالد اليماني. ما الذي يشير إليه ذلك؟ هذا التعدد في التعيينات يشير إلى أن هناك خلل بيد صانع القرار. من يعين هؤلاء الوزراء؟ أليس رئيس الجمهورية؟ نعم رئيس الجمهورية. كذلك من يتدخل في أعمالهم ولم يمنحهم الصلاحية الكاملة بحيث يعيد تنظيم العمل السياسي في وزارته؟ هو رئيس الجمهورية. أحيلك أنا فقط إلى المواد الدستورية التي تمنح أيضا رئيس الجمهورية السلطة على معاقبة هؤلاء الوزراء، وبالتالي هم تحت سيف المقصلة، لا يستطيعون التجاوز أكثر من الحدود المسموحة لهم من قبل رئيس الجمهورية. المادة 139 تقول لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة. إذن هذا سيف مسلط عليهم، وبالتالي هم لا يشتغلون في إطار الرحب من الحرية والإبداع. المادة الأخرى 133، رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وبالتالي عندما تمنح قرارا لوزير معين بأن يشتغل ثم تقيده بتدخلاتك، أنت هنا تسعى إلى إفشاله مهما كان نقيبا ومهما كان يعني مبدعا. الأستاذ عبد الملك المخلافي كان أداءه رائعا، ما الذي كان يعيقه؟ أراد أن يصلح الخلل في الوظيفة الخارجية، وجد بأن أمامه مئات القرارات الجمهورية في تعيين سفراء، قائمين بأعمال، قناصل، مستشارين، ملحقين، وهو لا سلطة له في الرفض ولا قدرته على الرفض، إما أن يعمل هكذا أو لا يعمل. كيف أستطيع أنا أن أتقبل منصب وزير الخارجية وأجد وزارة يعني تمتلك بعثات دبلوماسية بدول ليس لها مصالح مع اليمن، وفي ظرف حرب نحن بحاجة إلى التقشف، ونحن بحاجة إلى إعادة إصلاح الجهاز الإداري في هذه الوزارة. لكن أنت أشرت إلى وضع الحرب دكتور فيصل، ألا يشير ذلك إلى أن يعني هذا المنصب بظل هذه التناقضات الإقليمية والدولية هو منصب صعب الآن، وربما هناك حاجة في بعض الأحيان إلى مناورات تكتيكية تقتضي في لحظة من اللحظات تغيير الشخصية التي تقود هذه الدفة؟ من تقصد بالشخصية التي قصدك وزير الخارجية يعني؟ نعم وزير الخارجية. طيب إذا كان الأربعة الثلاثة السابقون تعينوا
وثبت بأنهم فاشلون والفشل هو سبب تغييرهم. وكذلك الوزير الرابع أيضا تم تغييره لأنه أيضا فاشل نتيجة للتغيير. يعني إذا من عينهم ألم يكن لديه رؤية واضحة في الشخصيات التي ينبغي إصدار القرار إليها؟ يا رجل نحن مصدومون من 2012 عندما تولى عبد الرب منصور هذه الرئاسة لا يحسن اتخاذ القرار في اختيار الشخصيات، يعود إلى منظومة النظام السابق الذي ثارت عليه البلد عن بكرة أبيها ليعيد تأهيلهم في المناصب، ابتداء من رؤساء الحكومات مثل بحاح، انتهاء بوزراء، انتهاء بمحافظين. يعني ما كان أنفع لليمن غير أن يكون رئيس الجمهورية شخصية تشعر المواطنين بالمسؤولية والأمان، بحيث أنه يقدم للمجتمع شخصيات مستقلة كفأة قادرة على اتخاذ القرار، وهو يجلس نائم في الرياض مش مشكلة، مسامح، نعطيه إجازة مفتوحة حتى إلى متى يريد، لكن أن يظل في الخارج ويتنصل على المسؤولية ثم يتخذ قرارات عشوائية. يعني بالأمس كان عبد الملك المخلافي سيء، إذا غيرناه بخالد اليماني جيد، واليوم اتضح لنا بأن خالد اليماني سيء سنبحث له عن جيد. يعني هناك عبث، يعني هو في نهاية المطاف إلى الآن اليماني هو من يعني يبدو أنه قدم استقالته. طيب دعنا في هذه النقطة نشك معنا في الحوار، نعود إلينا السيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات عبر الهاتف من اسطنبول. أرحب بك مجددا سيد عبد السلام محمد، هل الصوت واضح؟ أهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين الكرام وبضيفك الكريم، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. إذن في سياق حديث عن أنباء شبه المؤكدة عن استقالة وزير الخارجية خالد اليماني، في أي سياق تضع هذه الاستقالة؟ الاستقالة استقالة أم إقالة؟ هذا أمر مهم يجب أن نفهمه. ثانيا سبق هذه الاستقالة حملة إعلامية واضح أنها منظمة كانت من قبل المؤتمر الشعبي الموجود خارج إطار الشرعية، ويبدو أنه في سياق العودة إلى مؤسسات الدولة من خلالها. وخالد اليماني حقيقة كان هناك سببين رئيسيين لفشله، أولا اقتربت كثيرا من الرؤية الإماراتية وأضرت به، وثانيا حاول أن يقارب الرؤية البريطانية فيما يتعلق بالسلام مع الحوثيين دون التأكيد على حقية الشرعية في العودة. إلى جانب أن إذا علمنا أن اتفاق ستوكهولم الذي هو كان موجود فيه وقاده هو أصلا من ضغط التحالف العربي عليه، وخضوعه لهذا الضغط واحدة من الأسباب التي أدت إلى الاستقالة. في قرارتي يعني الأمر هذا لا يتعلق بخالد اليماني فقط، هناك انعدام رؤية استراتيجية للدولة والحكومة في مسألة أهمية تعيين المناصب. أنا أعتقد الآن حاليا الوضع في اليمن يتطلب حكومة حرب مصغرة لا يعتمد على حكومة طويلة وكبيرة مثل هذا، وذات اختصاص دقيق لوزرائها، ثم اتفق مع التحالف العربي الذي أراد إفشال الحكومة من أجل إنجاح بعض المصالح الخاصة به وهي بعيدة كل البعد عن الهدف الأساسي الذي دخل إلى اليمن من أجله وهو إعادة الشرعية وإصدار الانقلاب. طيب في سياق الحديث عن يعني مسألة هل من المتوقع أو تتوقع أن يقبل الرئيس عبد الرب منصور هذه الاستقالة أم أنه سيرفضها وسيطلب منه استكمال أعماله؟ سواء وافق عليها أو رفضها خالد اليماني أصبح خارج إدارة الدولة، يعني حتى يعني شخصيا أصبح شخصية محروقة تماما، و عودتي لإدارة الملف الخارجي سيسبب أزمة كبيرة داخل البلد، إلى جانب أنه أصبح غير مقبول من قبل كثير من الأطراف باقترابه من طرف الإمارات العربية. تفضل سيد عبد السلام. نعم أنا أرى أن بالنسبة للوزير خالد اليماني انتهت مهمته تماما ولم يعد في جعبته شيء حتى يعود للخارجية ولن يحقق شيء حقيقة، وعين أيضا عين النظام السابق على هذه الوزارة لتكون إلى جانب المؤسسات التي استطاع أن يأخذها مثل المؤسسة المالية ومؤسسة البرلمان. طيب في سياق ما يتعلق بالأسماء البديلة، من
من تتوقع في سياق هذه الحقيبة الهامة جدا في هذا الوقت؟ يفترض أن تكون هناك معايير محددة لتعيين وزير الخارجية، وهذه المعايير أولا أن يكون صاحب رؤية استراتيجية ما يتعلق بالوضع في اليمن، ويعرف مدى أهمية دعم الشرعية وإنهاء الانقلاب، وأن يكون تحت إدارة القيادة السياسية اليمنية وليس فقط يعني موظف مع 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 الدولة اليمنية وقريب من وجهات النظر الأخرى التي قد تكون بعيدة عن 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 رؤية الدولة اليمنية. أنا أرى يعني الأسماء كثيرة، وصحيح أن الأوضاع جعلتنا نقول أنه لا يوجد أشخاص مناسبين لهذه المناصب، لا أبدا، كل اليمنيين شبابا أو كبارا هم حقيقة ينفعون لهذه المناصب إذا كان هناك قيادة ورؤية استراتيجية. يعني هو دائما الحديث يكون أنه هناك شخصيات كفؤة، لكن من هي هذه الشخصية التي ستستلم؟ على كل حال أشكرك سيد عبد السلام محمد الباحث، رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. أعود إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، سمعت ما تفضل به سيد عبد السلام محمد في سياق قراءة الأداء السياسي أو الدبلوماسي لخالد اليماني خلال الفترة الماضية، يعني حوالي عام منذ تعيينه تقريبا، هل رأيت رجلا متحركا نشيطا فاعلا؟ أن تتحدث عن يعني كيف تقيم أداء خالد اليماني خلال هذه الفترة، بمعزل يعني دعنا نقيم أداء الرجل في حدود استطاعته وإمكانيات حركته. من الظلم أن تقيم شخص يشتغل كشخصية تنفيذية لشخص آخر، يعني لا يمتلك الرؤية المستقلة ولا الحرية ولا القدرة على اتخاذ أو رسم السياسة. عادة قلنا في الحكومة الديمقراطية يختار رؤساء متخصصين، وبالتالي توضع لهم مساحة كافية في رسم السياسة والبرنامج، ثم تعرض على رئيس الحكومة أو رئيس الدولة ليوافق عليها ثم ينطلق بهذا الإطار. نحن نتكلم كيف نقيم شخصا يشتغل كموظف تنفيذي عليه أن ينفذ الأوامر، يقول له وافق وافق، انسحب انسحب، ارفض ارفض، أي أن هو يعبر عن سياسة غيره لا عن شخصيته. وبالتالي إذا أردنا أن نقيم خالد اليماني فإنما نقيم شخص رئيس الجمهورية الذي يتصرف خالد اليماني أو أي موظف آخر في الحكومة وفقا لإرادته. طيب ما هي الخيارات؟ يعني هل تتوقع عادة تصادما وصاحب هذه السياسة؟ هل تتوقع عادة تصادما ما بين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية فيما يتعلق بإدارة الملفات الخارجية، خصوصا مع الوضع الذي تعيشه اليمن الآن؟ عادة بما أن رئيس الجمهورية يمتلك السلطة المطلقة في التعيين وفي إحالة المسؤولين إلى التحقيق والمحاكمة، فإن من الرسائل التي توجه إلى من سيعين عليه أن يسمع ويطيع وأن يشتغل وفق هذه السياسة المترددة والسياسة الغامضة والسياسة العبثية التي هي خارج إطار المعايير الموضوعية. في أي إدارة عامة للسياسة العامة أو في السياسة الخارجية عندك للخطة الاستراتيجية الانطلاق من دراسة مواطن القوة ومواطن الضعف لديك. كل سياسة البلد ابتداء من الحكومة والوزراء المختصين لا يوجد أي اعتبار لمواطن القوة ومواطن الضعف حتى تستطيع أن تحدد لنفسك موقعا وأن تتغلب على كثير من الصعوبات. رقم اثنين، كل سياسة عامة أو كل إدارة ناجحة ينبغي أن تشتغل وفق احترام المصالح الوطنية وعدم السماح بالمساس بالسيادة الوطنية. إذن المصالح الوطنية في كل سياسة البلد مغيبة، والسيادة الوطنية منتهكة إلى حد الإذلال. يعني عندما يأتيك موظف إماراتي أو السفير السعودي يتعبث بالمطارات، بالموانئ، بالدخول، بالخروج، إنزال القوة، تحريك القوة، لم تشهد أي بلد عبثا بالسيادة والمصالح الوطنية كما تشهدها اليمن حاليا في ظل صانع السياسات ابتداء من الرئيس عبد الرب منصور المحتكر للقرار، وهو يتعمد أن يعين أناس ضعفاء لكي يعملوا كمجموعة تنفيذية لا قرار لهم ولا شخصية، وبالتالي لن يتغير شيء.
فقط هناك رسالة الإقالة الاستقالة. أنا أعتقد بأنها كانت ستكون بالنسبة لخالد اليماني ذات قيمة معنوية إذا كان رفض الذهاب إلى السويد قبل استرجاع الحديدة وإقناع رئيس الجمهورية ودول التحالف والأمم المتحدة بذلك، ورفض رفضا كليا. وإذا تم التصادم معه وقدم استقالته كان سيكون الكارت الذي ينتصر للمصالح الوطنية، وبالتالي سيعري كثير من الهشاشة في اتخاذ القرار لدى الرئاسة. لكن أن يستمر بهذا التواطؤ وبهذا العبث ثم يصل إلى طريق مسدود ويجد نفسه شخصية حارقة بسبب هذا التحكم الخلفي به ثم يقدم استقالته، يعني هي في نهاية الأمر ربما تكون إيجابيا رسالة لغيره بأن يكونوا وطنيين شجعان، أن يتحركوا وفق المصالح الوطنية وعدم المساس بالسيادة الوطنية. فإذا تحركوا وفق هذه المصالح فالناس سيحترمونهم، وأيضا رئيس الجمهورية عندما يجد رجال دولة حوله يجادلونه في هذه الموضوعات فإنه سيعدل سياساته. ولكن هو يتكئ على مواد دستورية تمنحه حق إحالة الوزراء وتعيينهم ومحاكمتهم ومحاسبتهم، وبالتالي يصل الوزير الذي يقبل هذا المنصب فقط يحرص على الغنيمة التي سيتلقاها من خلال تبوي هذا المنصب. طيب يعني في سياق دكتور نقول الجمهور كامل، كيف يقبل رئيس الحكومة، دعني أكمل هذه الفكرة، كيف يقبل رئيس الحكومة أن يقبل منصبه خلافا لمواد الدستور؟ رئيس الحكومة هو المعني باتخاذ فريقه الحكومي بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وليس أن يكون مجرد موظف على رأس حكومة جاهزة هي غير مهنية وغير فعالة وتحتاج كلها إلى التقاعد الإجباري. طيب دكتور في السياق يعني الاستمرار في قراءة الملابسات حول استقالة وزير الخارجية، يعني الآن تتزامن هذه الاستقالة مع توجه روزماري دي كارلو مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث الأوضاع في اليمن. هناك فترة من الفتور إن صح التعبير ما بين يعني في العلاقة ما بين الشرعية والمبعوث الأممي مارتن جريفيث وأيضا مع دبلوماسية البريطانية ربما. يعني إذا ما وضعنا هذه الأشياء في سياق الاعتبار، هل يأتي موقف وزير الخارجية يعني دفاعا عن مارتن جريفيث، أو أن هناك حاجة إلى التعاون مع مارتن جريفيث بشكل أكبر مع الرؤية البريطانية كما وصفها السيد عبد السلام محمد للحل في اليمن؟ أين تقرأ أو أين تضع هذه الملفات في سياق هذه الاستقالة؟ بالإمكان قراءة ما تفضلت به من أسئلة متداخلة في معيار تحت بند أو معيار الإرادة السياسية. إلى أي مدى تتوفر لدى صانع القرار في اليمن والمحتكرة بيد الرئيس عبد الرب منصور إرادة فعلا لأن يكون ممثلا لدولة يمنية لها الحق بأن تتخذ قرارها باحترام المصالح الوطنية؟ نحن إلى الآن من خلال 4 سنوات للأسف حرب لا نجد لهذه الإرادة حضورا. من يتولى التعبير عن الإرادة اليمنية هي دول التحالف. الملف اليمني صار يتحكم به الإمارات والسعودية، وبالتالي على الرئيس عبد الرب منصور أن يوافق. فإذا ارتأت دول التحالف الذهاب نحو المسار ألف سيوافق، وإذا ارتأت أن يذهب نحو المسار باء سيوافق، وإذا ارتأت بأن تنتكس وتتحول من مسار إلى مسار سيوافق. أي أن الإرادة السياسية غائبة، وبالتالي كيف نستطيع أن نقيم سياسة يمنية سواء في الداخل أو في الخارجية بشكل سليم بظل انعدام إرادة سياسية؟ اليوم السيادة اليمنية منتهكة بسبب التفريط بالقرار السياسي المدني والعسكري والداخلي والخارجي لدول أخرى. وكنا نتمنى وبكل سرور أن تتولى الإمارة السعودية رقابنا وتأخذ بطيب خاطر زمام شؤوننا كأننا أطفال أو قصر، ولكن في حالة أن تكون هذه الدول هي صاحبة قرار أصلا وسيادة، ولكن هي مجرد وكلاء للسياسة الدولية التي تحتكرها لندن وواشنطن. يعني لا اليمن تمتلك سيادتها
التي تنتهكها الإمارات والسعودية، ولا السعودية والإمارات تنتهك القرار، أقصد تمتلك القرار السيادي الحقيقي، لأنها أيضا منتهكة من قبل واشنطن ولندن. طيب دعنا نشرك في هذه النقطة دكتور، خدام الجراف، مدري الجراف الجراف الجراف. دعنا نشرك في هذه اللحظة معنا العضو البرلمان السيد شوقي القاضي للحديث عن ملابسات أو أبعاد ودلالات استقالة وزير الخارجية. أرحب بك عضو مجلس النواب، كيف تلقيت نبأ استقالة وزير الخارجية خالد اليماني؟ حياك الله أخي. أولا بداية المعلومات التي يعني وردتنا بأن الأخ معالي وزير الخارجية قد قدم استقالته فعليا، إلا أنه إلى الآن لم يبث فيها من قبل الرئاسة. الأمر الآخر لم تسبب، يعني إلى الآن لم تذكر الأسباب المباشرة، ولهذا كل ما سيقال هو عبارة عن ظنون وعبارة عن تحليلات وعبارة عن يعني انطباعات. لم أفاجأ مطلقا، لأنه أنا سمعت جزء بسيط من ما قاله ضيفك الكريم وأتفق معه تماما فيما يتعلق بأنه للأسف أستطيع أن أقول الجمهورية اليمنية، اليمن شرعية، يعني الشرعية لا نشعر مطلقا بأن لها حضور مستقل فيما يتعلق بهذه الملفات، خاصة فيما يتعلق بالخارجية، وبالتالي تداخلت هذه الأمور فأضعفت حضور الشرعية تماما. لأنه أولا معروف طبعا أن اليمن الآن يعني دولت قضيتها، فما عادت قضية وطنية بامتياز، دولت تماما، تداخلت ملفاتها، يعني أطرافها الآن صارت متعددة واضحة تماما، إيران، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، إلى غير ذلك. إضافة إلى أن أداء الدبلوماسية الخارجية مبكرا كان ضعيف من البداية، أداء الخارجية اليمنية كان ضعيفا، واضح تماما ضعفه، سواء على مستوى كثير من الهيئات الدبلوماسية أو على مستوى الوزارة نفسها. تعدد الوزراء، تغير الوزراء، ما راكم الخبرات، يعني كان هناك شيء من التنافر، شيء من وبالتالي للأسف، يعني للأسف لم أفاجأ بها وأتوقع يعني الأسوأ من ذلك. تفضل أخي. مثل ماذا؟ الأسوأ من ذلك، هناك يعني شيء مخيف مريب، أن هناك ربما شيء يطبخ لوعد تطلعات الشعب اليمني الذي قدم عشرات الآلاف من الضحايا. يعني الشعب اليمني عندما هب، أو أغلب الشعب اليمني، قواه السياسية الحية، شبابه الأحرار في الجبهات، هؤلاء كلهم عندما هبوا لمواجهة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وارتصوا بكل وفاء وبكل إخلاص مع شرعيتهم، يعني قدموا كل التضحيات بكل وفاء وكل صدق مع التحالف على أمل أن يحقق وعوده لليمنيين. تلك الأحلام كانت تتمثل بإنهاء الانقلاب واكتشاث الانقلاب تماما، اكتشاث ميليشيات التخريب في اليمن. أنا لا أتحدث عن فئات، لا أتحدث عن طائفية، لا أتحدث عن أحزاب، لا أتحدث، قلت اكتشاث الفوضى، اكتشاث الدمار، اكتشاث الويل، هكذا ارتص اليمنيون. لكن للأسف يبدو أن وراء لكم ما وراءها هناك طبخات قذرة، إطلاق الحوثيين الآن لأن يدخلوا مناطق جديدة، صحيح أنهم هزموا في بعضها، لكن أن يتحركوا وأن يتحولوا من 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 موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، أن تتوقف الشرعية تماما بخذلان غريب، والتحالف بخذلان غريب تحت دعاوي أن الأمم المتحدة رافضة، ونحن مقربون على مستوى تجربتنا سواء اليمنية أو غيرها، بأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتعاطى بالأخير مع هو واقع على الأرض. يعني لو أن الشرعية كانت صادقة مع نفسها، ولو أن التحالف كان صادق مع اليمنيين، لحرروا الحديدة، وبعد ذلك ستتعامل معهم الأمم المتحدة. يعني هل كان يتصور يعني أن الجيش الأمم المتحدة بجيوش المجلس، يعني دول مجلس الأمن وغيرها،
سيهب مباشرة لإيقاف الجيش الوطني من تحرير الحديدة، كلها عبارة عن أوهام، كلها عبارة عن 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 تواطؤات قذرة، يعني أقولها وأنا موجوع جدا على بلدي. ليبقى الأمر مية يعني على سرير الوفاة، يعني ليبقى اليمن على كما يقال في غرفة الإنعاش، واضح تماما الآن. لكن سيد القاضي، فيما يتعلق باستقالة وزير الخارجية، يعني وزير الخارجية يتهم أو كانت هناك اتهامات له على الأقل خلال الفترة الماضية بأنه متماشي مع رؤية مارتن جريفيث، كان هناك يعني أداؤه في ستوكهولم وما شابه، هل يعني ما علاقة ما تفضلت به من تخوفات بهذه الاستقالة؟ أنا بالنسبة لي لا يمكن مطلقا أن أوزع التهم على أفراد، أنا يعني أوجه تهمة مباشرة إلى منظومة الشرعية، لأنه لا يمكن أن أتصور أنا شخصيا بأن وزير الخارجية أو بأن منظومة الجبهة التي كانت تتفاوض في هنا أو هناك في أي مكان نيابة عن الشرعية هو عبارة عن شخص يستطيع أن يفعل ما يشاء. أنا أتحدث عن منظومة متكاملة. من قال أن وزارة الخارجية شخص واحد هو خالد اليماني، أو أن الذين يتفاوضون هو خالد اليماني؟ ليست عبارة عن بيع يعني سلعة بسيطة يتصرف بها تاجر. أنا أتحدث عن منظومة يا أخي الكريم. أنا لست من هواة الآن أنه إذا سقط الثور كسرت السكاكين. أنا أوجه تهمتي للرئيس هادي مباشرة، لقيادة الشرعية مباشرة، وليس لوزير الله أعلم ما هي مسبباته. لست قد أتفق معه قد لا أتفق، لكن أنا أتحدث عن منظومة متكاملة. يعني يتفضل من يقول هذا الكلام، يتفضل يثبت الآن عن هذه التواطؤات المنسوبة ويثبتها ليحاكم، حتى يحاكم بتهمة الخيانة. لكن هذه كلها لست معها مطلقا حتى تثبت يقينا. أنا أتحدث عن جبهة الشرعية متكاملة برئاسة الرئيس هادي ونائبه علي محسن ورئيس الحكومة، جبهة متكاملة هي المتواطئة، هي المتواطئة ضد نفسها، هي المقصرة، هي المخذولة. هنا القضية. يعني تفضل. أشكرك إذن سيد شوقي القاضي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. بالعودة إليك دكتور فيصل الحديفي، هل تشارك السيد القاضي ذات التخوفات فيما يتعلق ب يعني رؤية الشرعية تجاه الوضع في البلاد، تجاه الملفات الكبرى، وكذلك فيما يتعلق بالدبلوماسية اليمنية بالتحديد؟ التخوفات لم تعد تخوفات، وإنما أصبحت حقائق تمشي على الأرض. نحن كنا في 2015 أفضل من 2016، وفي 2016 كنا أفضل من 2017، وهكذا. أي أن هناك تفريط في السيادة اليمنية، تفريط في القرار السيادي اليمني، تفريط في القرار العسكري، تفريط في الأرض اليمنية، تفريط في كرامة المواطن اليمني، تفريط في الحقوق التاريخية لليمن. وبالتالي التخوفات هي عادة تكون مخاوف عن أشياء ستحصل. نحن الآن نتحدث عن أشياء حصلت فعلا. هل نستطيع أن ننكر بأنه وجود حكومة وشرعية ورئيس يعيش في الرياض هو فعل وطني؟ هل أن توسع الإمارات والسعودية دائرة المسيطر عليها من النخبة السياسية لكي تحكم بها اليمن مستقبلا، هل هذا عمل يخفى على أحد؟ هل وجود الإمارات والسعودية بسلاحهم على الأرض اليمنية في أماكن بعيدة عن المواجهات وعن الحوثيين، هل هذا يخفى على أحد؟ هل منع الطائرة اليمنية من المبيت في مطار عدن يخفى على أحد؟ ما هي المخاوف؟ نحن لا نتكلم عن مخاوف، نتكلم عن حقائق على الأرض. كيف يمنع المواطن اليمني من استخدام المطار والنفط والغاز والميناء والأسماك؟ وأصبحت الإمارات حولت ميناء المخا إلى قاعدة عسكرية، والميون إلى قاعدة عسكرية، وأصبحت تبيع الثروة السمكية بالباطن لتجار الأسماك عبر المحيط والبحار. في علم وبصر السلطة الشرعية المسؤولة عن حماية سيادة الوطنية، هؤلاء الناس أقسموا على حماية الوطن، على حماية الإنسان، على حماية السيادة، على العمل وفق الدستور. إنهم حنثوا الأيمان الغليظة، إنهم سلموا اليمن كطبق من ذهب وبدون أن يقف لهم رمش، دون أن يشعروا حتى بندم. يعني نحن ننتظر أن يصلح الحال وإذا به يفسد.
ننتظر أن ينتقل الناس إلى الفرق وإذا به ندخل أزمات متلاحقة. يعني ما هذا العبث؟ أن يأتي موظف إماراتي لا يسوى حتى كيلو بصل نزرعه في الأرض اليمنية ليتحكم بميناء عدن أو بمصافي عدن أو في المطر. بالله أي كارثة عندما ينام هذا الرئيس قرير العين ويرى بأن الطائرة اليمنية يمنع أن تبيت في مطار عدن وتذهب إلى جيبوتي أو إلى مطار دولي لتدفع مقابل كبير. لماذا تفرض التأمينة العالية على الصادرات اليمنية للموانئ اليمنية مع أن البحر العربي بعيد عن الحرب؟ لتكون التأمينات مفروضة على السفن التي تذهب إلى الحديدة وإلى الصريف وإلى ميدي لأنها على مرمى الحوثيين. أما السفن التي العالمية التي تأتي إلى البحر إلى موانئ المكلا وعدن وسقطرى والمهرة هذه ينبغي أن تمنع بفرض التأمينة العالية لأنها خارج الخطر، وبالتالي من يدفع هذه الكلفة العالية؟ هو المواطن الذي يشتري كل السلع بأغلى الأثمان، وهذه كلها تقع المخاطر تحت سمع وبصر من أمنهم الشعب على حقوقه ففرطوا فيه، وبالتالي لن يسامحهم الناس ولن يسامحهم التاريخ. أشكرك دكتور فيصل الحديثي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز في هذه الحلقة اليوم، شكرا على تواجدك معنا. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.